المهم 10 أيام هذه كن فيها من الحاضرين، كن حاضر برك دمك. مواسم الخير، أيام السنة نزعزعوا، أيام السنة نتلهلوا، أيام السنة نفتن، كاين واحد المحطات نتاع الخير لا نفوتها على أنفسنا، لأن ربنا عنده الرحمات وعنده النفحات. كن حاضرا أنت، بارك الله فيك، في هذه العشر هذه كن فيها حاضرا في جسدك، كن حاضرا فيها بينك وبين الله. الله يرحم والديك. ودوك تعرف في الخطبة علاش هذه العشر أيام دون باقي أيام السنة، علاش؟ لماذا؟ نصدر كلامنا هذا بحديث رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، هو في سنن أبي داود، وهو حديث صحيح، وصححه الشيخ الإمام العلامة المحدث الشيخ الألباني، الله يرحمه ويوسع عليه ويجعله في الجنة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، عشر ذي الحجة، من 1 إلى 10. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. 10 أيام يرحم والديك، أنا أخوك، لا تفوتها على نفسك، وما تخليش تمر عليك هكذا مر الكرام، جات وراحت. كن فيها من الحاضرين بصلاة، بذكر، بصدقة، بقراءة للقرآن، بدعاء، بتسبيح وتهليل وتكبير، بخير ولو كان شق تمرة، لا تفوتها على نفسك. خذيت واحد الكلام لإمام جليل وعالم كبير، هو الإمام ابن الجوزي وليس ابن القيم، ابن الجوزي، قال: وهذه العشر، هذه 10 أيام تحتوي على 10 من الفضائل. أولا، إن الله عز وجل قسم بها الأيام، هذه 10 نتاعنا تاع ذي الحجة، هذه 1 إلى 10، رب اقسم بها في القرآن، فقال: والفجر وليال 10. وإذا أقسم الله سبحانه وتعالى العظيم، ربنا سبحانه وتعالى، بشيء عظمه، يعني ربي إذا قسم بشيء ذاك الشيء يصير عظيما عند الله سبحانه تبارك وتعالى. فبعض علماء التفسير قال: والفجر وليال 10، قال هذه الأيام المباركة من ذي الحجة، وسماها ربي في القرآن بالأيام المعلومات. وردوا بالكم، في القرآن عندنا الأيام المعدودات وعندنا الأيام المعلومات. فإذا جيت للأيام المعدودات: واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات هي 11، هو 10 يوم العيد، يوم العيد هو 10. الأيام المعدودات 11 و12 و13، وهذه تعرف بأيام التشريق، مفهوم؟ هذه قال ربي: واذكروا الله في أيام معدودات، أيام التشريق. وأيام التشريق هي أيام ذكر وأكل وشراب، وما يصوم فيها الإنسان. وتعرفوا عليها سموها أيام التشريق، كانوا يذبحوا الشاة، يسلخوها، يقطعوا اللحم باش ما يخسرش اللحم ويعفن، يشرقوه للشمس، أيام التشريق، هذه المعدودات. في القرآن تقرأوا: ليذكر اسم الله في أيام معلومات. المعلومات هي 10،
نتاع أيام ذي الحجة من 1 إلى 10. قال ابن عباس في قول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات هي 10 من ذي الحجة. ورسول الله عليه الصلاة والسلام شهد بأنه أفضل أيام الدنيا. قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه 10. الله يطول أعمارنا ونحضر هذه 10 ونكون فيها من الفائزين. وحدث فيها على أفضلية الخير فيه، يعني الخير قبل 10 انت درت الخير تثاب عليه، لكن الثواب يعظم أو يضاعف الثواب، يضاعف الثواب وتكثر وتكفر الحسنات في ماذا؟ في هذه 10 من ذي الحجة. وقد أمر الله بكثرة التسبيح والتحميد والتهليل فيه، فقال: ويذكر الله في أيام معلومات، أيام ذكر في 10 من ذي الحجة.